ليس من الغريب أن يبتكر الإنسان طعاماً جديداً أو طريقة جديدة في تقديم المأكولات، ولكن الغريب هو تقديم طعام يحوي مكونات تشعر الإنسان بالغثيان. وهذه الأطعمة قد تكون جزءاً من عادات الشعوب التي هي معتادة على تناول هذه الأصناف من المأكولات الشعبية والشهيرة عندهم. لذا ستشعر بالاستغراب في هذا الفيديو لما يحتويه من أطعمة ستسمع عنها لأول مرة، وقد لا تستكمل مشاهدة نتيجة شعورك بالاشمئزاز. لذلك قررنا اليوم أن نذهب بعيداً معكم لنشاهد أغرب أكلات في العالم. كان الإنسان في العصر القديم يعتمد على الصيد للحصول على الطعام، ولكن مع التقدم والتطور أصبح أمام البشر الكثير من الخيارات المتاحة لاختيار والحصول على الغذاء بكل سهولة وبأشكال مختلفة. وهنا ظهرت أذواق عديدة، مثلا هناك أشخاص يحبون تناول اللحوم المشوية، وآخرون يعتقدون أن الأكل النباتي هو الأفضل من ناحية صحية. تبقى هذه الاختيارات معتادة وطبيعية، ولكن هناك فئة من البشر قد تصدم عندما تعرف ماذا يتناولون. وهنا يمكن الحديث عن الشعب الصيني وطعامه. فعند زيارتك شارع فانكفوجينغ في العاصمة الصينية بكين، ستجد مطاعم عديدة تقدم أصنافا من الحشرات بطرق كثيرة، من بينها عقارب وعناكب وصراصير. وتقدم هذه المطاعم لزبائنها الحشرات إما ميتة وإما حية، كدليل أنها طازجة. وتختلف الأسعار بين وجبات الحشرات بحسب أنواعها، إذ يبلغ سعر السيخ الواحد منها الذي يحتوي على بضعة حشرات 6 دولارات. ويوجد أيضا في الصين أكلة شعبية تقليدية، وهي عبارة عن بيض متعفن يطلق عليها بيض القرن، حيث يعمل الصينيون على تخزينه لمدة 100 يوم حتى يصبح البياض هلاميا وبنيا داكنا، وهو من الوجبات المفضلة للشعب الصيني. بينما في إندونيسيا فهناك يعيش بعض الصينيون في منطقة جلودوك بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ويتناولون لحم السلاحف والذي يعتبر من الأطباق الشهية بالنسبة لهم. وأيضا يباع في سوق الزواحف بالحي الصيني بإندونيسيا لحوم الضفادع المشوية. إذا انتقلنا إلى اليابان نلاحظ انتشار الأطباق المعدة من مكونات عجيبة. ففي عيد الحب قدمت حانة دورانيار وسط العاصمة طوكيو قائمة من الحلويات والمشروبات المصنوعة من الحشرات، مثل الديدان المغطاة بالكراميل مع اللوز والكاجو، والكريمة المخفوقة بحشرات البق التايلاندية. وأعلن مطعم ناغي الياباني في العام 2017 عن طبق معكرونة مع حساء بالجنادب ومسحوق دود القز، وبيع ذلك اليوم 100 طبق من حساء المعكرونة بالحشرات بحسب صاحب المطعم. ونستمر في حديثنا عن أشهر الأطباق الغريبة بعدما وصلنا إلى الفلبين. فهذه الدولة مشهورة بطبق البالوت، وهو عبارة عن بيض البط بالأجنة، حيث يتم صحب البيض من تحت البط الراقد قبل 6 أيام من خروج الجنين، وتطهى البيضة بجنينها بالبخار الحار ثم تقدم للأكل في المطاعم. وفي كندا يتناول بعض الناس هناك أنف غزال الموظ، هو عبارة عن حيوان ضخم والأكبر من بين عائلة الغزلان، ويتم تحضير طبق أنف الموظ عبر تنظيفه من الشعر وإضافة البصل والتوابل إليه وتناوله. وعند الانتقال إلى كمبوديا سنجد العناكب المقلية التي يتناولها الناس في هذا البلد، إذ يخرجون عند ساعات الصباح لصيدها وتجميع عدد منها. يذكر أن أكل العناكب قد شاع خلال الحرب الأهلية، حين اضطر اللاجئون الجوع لأكلها كي يبقوا أحياء، واكتشفوا خلال ذلك مذاقها اللذيذ. ونختتم رحلتنا في اكتشاف الأطعمة الغريبة في فيتنام. فهذه الدولة الآسيوية يصنع شعبها حساء بدماء البط، فعند ذبح الأور أو البط يتحفظ بدمها بالثلاجة، ويطبخ مع الخضروات والزنجبيل مع إضافة الفول السوداني، وتعد هذه الوجبة بالنسبة لهم مصدرا للطاقة والقوة. هذه الأكلات تعد بالنسبة لنا وللكثيرين من الأطعمة الغريبة والتي لا يمكن تقبلها بأي شكل، لكن تبقى هناك ثقافات وعادات مختلفة تعتبر هذا الطعام جزءا من حياتها وغذائها التقليدي.